أصدرت ناشطات في مؤسسات المجتمع المدني بيانا احتجاجا على تدخل بعثة الأمم المتحدة في خصوصية الشعب الليبي بحسب وصفهم. واستنكرنا في البيان تعامل بعثة الأمم المتحدة مع مجموعة معينة من النساء دون غيرها، وكما عبروا عن رفضهن لوجود المدعوة هنادي عماري السيدة الأردنية ممثلة لهم والمتهمة بالجوسسة وبقضايا أخلاقية إبان النظام السابق. هذا وأكدوا على تمسكهن بثوابت المجتمع الليبي وأنهن لن يقفن ساكنات مهما تجاهلت بعثة الأمم المتحدة مطالبهن. وتنضم إلينا عبر الهاتف الناشطة في الحراك النسائي سيدة ناجية عبد الله. سيدة ناجية عبد الله، يعني ما هي الأمور التي تحتجون عليها والتي وصفتموها بالتدخل في خصوصية الشعب الليبي من بعثة الأمم المتحدة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة لي اعتراضنا هو على تمييز الأمم المتحدة في المعاملة بين النساء الليبيات وتدخلها في الشؤون الليبية وخصوصية الشعب الليبي حين تتعامل مع فئة معينة تمثل صوت واحد أو تيار واحد وتتجاهل أصوات موجودة على الساحة. هذا يعتبر تمييز مخالف حتى لمواثيقها ولدعاياتها ولإعلاناتها. والتدخل في خصوصية الشعب الليبي من خلال العمل على إنشاء وحدة تمكين للمرأة في الحكومة المقترحة يعتبر تدخل في خصوصيات المجتمع الليبي وهويته، وهذا أيضا مخالف لمواثيق ومعاهدات الأمم المتحدة في ذاتها في احترام خصوصيات الشعوب. طيب، وصفتم بعثة الأمم المتحدة بأنها تتعامل مع فئة واحدة من النساء أو طيف واحد من النساء ولا تمثل كل النساء الليبيات. البعض يعترض عليكن أنتن سيدة ناجي عبد الله ويقول بأن ذلك الطيف هو الذي يبادر، يعني الأمم المتحدة تتعامل مع الشريحة المبادرة في المجتمع. هؤلاء النسوة ذهبن إلى الأمم المتحدة وطالبن بأن يكون لهن دور، وبالتالي رحبت بذلك الأمم المتحدة وأعطتهم المجال. هل أنتم ذهبتم بادرتم إلى الأمم المتحدة وطلبتم بأن تستمع إلى صوتكم؟ سيدي الفاضل، الأمم المتحدة تختار من تتوافق مع أجنداتها ومع أهدافها ومآربها ومن يتفق معها ولا تكترث لغير ذلك. نحن على الساحة موجودات منذ الوهلة الأولى ولدينا نشاطات، وحتى أننا قد خاطبناها في هذا الموضوع كيف أنها تتعامل مع فئة معينة وتتجاهلنا وعلى أي أساس اختارت هذه الفئة وعلى أي معايير وآليات تم اختيار فئة معينة للتمثيل المرأة الليبية ولم تجبنا إلى الآن. هي تتجاهل ربما صوتنا عمدا لتمرير أجنداتها عبر فئة معينة رأت فيها ربما وسيلة لذلك. طيب، ذكرتي أنكم تعترضون على ما يسمى بوحدة تمكين المرأة، وقلتم بأن هذا تدخل في خصوصية الشعب الليبي. ما الذي تتخوفون منه من هذه الوحدة، وحدة تمكين المرأة؟ أولا سيدي الفاضل والحديث للجميع، لسنا بحاجة إلى وحدة تمكين ودعم للمرأة. المرأة المسلمة عموما والمرأة الليبية خصوصا تتمتع بكامل حقوقها شرعا وقانونا. لسنا بحاجة إلى هذه الوحدة، وهذه الوحدة في ظاهرها وفيما يروج له من قبل الأمم المتحدة ومن قبل الموجودين في الحكومة الآن هو الغرض منا أن تشارك المرأة مجال العمل في الرجل وتقاسم المناصب، ولكن هي في حقيقة الأمر فكرة التمكين حسب رؤى الأمم المتحدة هو المساواة المطلقة بين المرأة والرجل، وهذا يتنافى مع الفطرة الإنسانية ومع الشريعة الإسلامية ومع خصوصية مجتمعنا الليبي. ومن هنا تكمن الخطورة في إنشاء هذه الوحدة في الحكومة التي ستحتكم إلى قوانين ومواثيق دولية تمارس الضغط في تطبيقها، وبالتالي لو تمكنوا من إقرار هذه الوحدة وإنشائها فإن حتى التحفظات الموجودة في القوانين السابقة والنظام السابق على خصوصية الشعب الليبي ستصبح لاغية. طيب، دعني الوحدة لو أنشئت هذه الوحدة طبعا سيخصص لها ميزانية مالية، هذه الميزانية المالية ستستغل في نشر فكرة التمكين في المجتمع الليبي، ونحن في هذا الوضع الغير مستقر
الذي لا يخفى على الجميع، يصعب مواجهة هذا التيار الدخيل، وأنك أنت ما تستطعش متغربل كل الأفكار الغربية اللي تدخل للمجتمع. طيب دعينا سيدة ناجية نشرك معنا سيدة لميا الفاندي، وهي إحدى المنظمات للحراك النسائي. سيدة لميا، وفي البداية نرحب بك. أهلا وسهلا بك. سيدة لميا، يعني من ضمن ما عبرتم عن رفضكم إياه هو ذكرتم المدعوة هنادي عماري، من تكون هذه المرأة، وهل فعلا هي ذهبت لتمثيل النساء الليبيات وهي أردنية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. هذه المدعوة هنادي طبعا لا تخفى على كل الليبيين، والقضية الأخلاقية وقضية الجوسسة التي تهمت بها وتم ترحيلها من ليبيا في أبان الحكم الماضي. وتفاجأ الجميع والليبيات بالذات بأن هذه المرأة وجدت مع الليبيات الموجودات في تونس، والتي تم ترشيحهم في إنشاء وحدة تمكين المرأة من قبل الأمم المتحدة. فطبعا كان هذا استفزاز آخر من ضمن الأمور، كيف تكون هذه المرأة ضمنها نساء ليبيات وهي امرأة غير ليبية ولديها ملف غير مشرف في ليبيا. فهنا إضافة أخرى من الأشياء المشبوهة الحكومة الوصاية التي يترأسها السيد السراج. طيب لكن هل هذه المدعوة هنادي عماري يعني وجدت بصفة أنها ليبية في من ضمن النساء، أم أنها يعني كانت تشتغل ربما في البعثة أو تشتغل كمستشارة ربما أو شيء آخر؟ والله هي في البداية طبعا كانت وجودها غير مبهم وغير معروف، ولكن بعد أن صار عليها بعض اللطف والوسط تم تبرير انها موظفه تابعه للامم المتحده وانها تمارس مهام كموظفه، وبذلك كان تبرير يعني غير مقنع. اولا حتى ولو كانت هي موظفه فليس من حقها ان تكون موجوده بين الليبيات بصوره جماعيه من ضمنها، لو انهم لديهم شيء من الوطنيه لا رفضنا ان تكون هذه المراه بينهم. طيب سيدة لميا، ربما أسألك السؤال الأخير، وهو أنكم أكدتنا أنكم لن تقفن ساكنات مهما تجاهلت بعثة الأمم المتحدة مطالبكم، ما الذي تقصدونه بهذه العبارة؟ طبعا نحن وقفنا ضد الأمم المتحدة ليس لأننا مجرد أن نرفض سياسات معينة، أو نحن لدينا قضية وطن، قضايا يعني نشارك فيها، ولذلك من ضمن الأشياء أننا نرفض أجندات الأمم المتحدة وأيضا وحدة تمكين المرأة، ولذلك نحن لن نسكن على أي شيء يمس المجتمع أو ثوابت المجتمع، ولذلك فإننا لدينا قضية ولدينا الحق في أن نكون موجودات في هذا الوطن ونعبر عن رأينا ونعبر عن حمايتنا ل طيب سيدة لميا، أريد أن أسألك بخصوص ما يحدث في تونس وما تواتر في وسائل الإعلام المختلفة أو حتى في مواقع التواصل الاجتماعي من وجود يعني شجار بين النسوة اللواتي ذهبن إلى السراج من أجل يعني الحصول على بعض ربما الحقائب الوزارية. بالطبع هذا يرسخ قولي في قناتكم الموقرة أن هؤلاء النسوة تم إغراءهم ببعض المناصب وبعض الحقائب في حكومة السراج من قبل البعثة المتحدة مقابل أن يدعمن هذه الحكومة. بالطبع عندما ذهب بعض النساء الذي لديهم طموح في ذلك تفاجأن أنهم كانوا خارج اللعبة، بذلك صار التصادم، وصار لأنهم لم يسعوا إلى وجود حكومة وطنية من منطلق وطني، ولكن كانت لديهم أطماع شخصية ومصالح شخصية، فمن الطبيعي أن تحدث هذه الأشياء ومن المتوقع جدا وربما أكثر من ذلك. شكرا جزيلا لك سيدة لميا الفاندي، منظمة في الحراك النسائي، وكذلك نشكر السيدة ناجية عبد الله الناشطة في الحراك النسائي، شكرا جزيلا لكما على تواجدكما معنا عبر الهاتف.